صباح الخير يا هايدي. سعد صباحك يا رشا، كيفك؟ تمام الحمد لله. اليوم في هوايات وبرود، الحمد لله الجو في تحسن اكيد من امبارح هيك او من اول امبارح، خلينا نقول بلشنا نحس بهدول النسمات الجميلات، مع انه دائما عم يقولوا او حسب الارصاد الجويه انه في تحذيرات بهذا الشهر، فهيك ان شاء الله تمضى وتقطع معنا هدول الايام بهذا الجو. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم مرافقينا بصباح صباحنا لليوم. صباح الخير لكم لكل السوريين من وين ما كنتوا عم تتابعونا من داخل او خارج سوريا. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واليوم هيك ضيوفنا من مجالات مختلفه، واكيد حيكون عندنا وقفه بالمحافظات السوريه لنعرف اخر الانشطه الثقافيه والفنيه. تمنياتنا لكم وكالعاده بهذا النهار يحمل لكل حدا بتحبوه ولنا ولكم الخير، الصحه، السلامه وجبران الخاطر، ودائما بنقول يا رب التحسن على جميع المستويات. اكيد يا رشا، تحيه صباحيه لكل حدا عم يتابعنا عبر هواء الاخباريه السوريه. نهار جديد يا رب يحملكم كل شيء بتتمنوه، وصباح المحبه والسلام لقلوبكم. يا رب تكونوا بخير وافضل حال، ودائما تحققوا كل الشغلات اللي بتتمنوها. مثل العاده محطات عديده ضمن صباحنا، وساعه ونص من الوقت بنشارك فيها معكم. يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم دائما كل المعلومات يلي بتهم الاسره السوريه. مشاهدينا فاصل صغير ومنبلش رحلتنا الصباحيه لليوم. وبداية صباحنا لليوم، اليوم بداية أسبوع جديد يا رب تحمل الخير للجميع. 3 آب وتفاصيل وذكريات تسجلت بحكاية يوم، خلونا نتعرف عليها ضمن التقرير التالي. اليوم 3 آب كثير من الأحداث عبر الزمن وسنين مرت بتاريخ هذا اليوم، قراءة سليحة لذاكرة الأيام. بعام 1492 كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحار يبدأون رحلة اكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين. وبعام 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى. وبعام 2016 300 راكب ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1923 البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبعام 1948 مديحة كامل ممثلة مصرية. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1977 المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص. وبعام 1999 عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي. وأكيد من ذاكرة الصباح رح ننتقل لفقرة هل تعلم، ودايما ضمن هاي الفقرة في معلومات عديدة ومتنوعة يمكن بنعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها. خلونا نتابع سوا مشاهدينا وبنرجع. هل تعلم أنه يمكننا حسب بعض الدراسات تحديد معالم يومنا المقبل إلى حد كبير، سواء كان إيجابي أو سلبي، وذلك من خلال آخر 10 دقائق قبل النوم؟ فالمسؤول عن عملية النوم هو عقلنا اللاوعي، حيث يجعل الأفكار التي تتراوت قبل النوم عالقة باللاوعي أثناء النوم، فيتحول عقلنا الباطني إلى مغناطيس يجذب هذه الأفكار إلينا سواء كانت إيجابية أو سلبية. وللاستفادة من ساعات النوم نبدأ بخطوتين، الأولى هي الدخول للنوم بنية الراحة حتى لو كانت الساعات قليلة وغير كافية، أما الخطوة الثانية هي التفكير بإيجابية سواء بأحلامنا أو أهدافنا ليكون يومنا إيجابي وأحلامنا سهلة الوصول. وهل تعلم أن العديد من الدراسات أوضحت أن الأشخاص الناجحين يدركون أن نجاحهم يبدأ وينتهي بصحتهم العقلية والبدنية التي تعتمد 80% تقريباً على النوم؟
فالكثير من الناجحين يعتمدون بنجاحهم على الوقت الأخير قبل نومهم. منهم من يقرأ يومياً قبل النوم ويضعون قائمة بالمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ليسهل إنجازها، ومنهم من يتصور الغد بنتائجه الإيجابية لما يعملون عليه، ويتأملون بثلاثة أشياء يتمنون حدوثها، مما يجعل العقل الباطني يعمل بأضعاف قوته ويجذب هذه الأشياء وتتحقق أيضاً. يمكن أن نعتبر الأمر ككلمة سر للبقاء متحفزين وعلى ثقة بقدرات عقلنا الباطني، وخاصة في الأوقات التي نتعرض فيها للضغوط. وأكيد ضمن محطتنا الحوارية الأولى رح نحكي عن الاقتصاد المنزلي، مصطلح منه جديد ولكن صرنا كتير نسمع عنه بهي الفترة لأهميته الكبيرة بحياتنا نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار. هو علم يدرس أكيد بالجامعات، ويمكن أيام زمان كنا نفكر أنه هو حكر على المرأة السورية لأنه هي مسؤولة عن تدبير البيت، ولكن اليوم رشا بتلاقي أكثر من شخص اليوم ضمن الأسرة عم يشتغل كرمال يمكن تنظيم هي الأمور أكثر لنعرف شو هي الأساسيات شو هي الكماليات ونفس الوقت شو الشغلات اللي نقدر نستغنى عنها. اليوم رح نحكي عن مصطلح هو مثل ما قلنا شائع ولكن ما كتير متداول، الاقتصاد المنزلي. شو هو هذا المفهوم وشو هو اختصاصاته وأقسامه؟ واليوم هذا الاقتصاد شو تأثيره الإيجابي إن كان على الفرد وإن كان على المجتمع؟ ومثل ما قلنا بالمقدمة من زمان كانوا يفكروا أنه هذا المفهوم هو حكر على المرأة فقط، ولكن اليوم ضيفتنا راح توضح لنا أكثر شو مفهوم هذا العلم ونحن كيف قادرين نستغله بالشكل الإيجابي. وضيفتنا لليوم هي المهندسة صفاء أحمد. تسعد صباحك ست صفاء وأهلا وسهلا فيكي. تسعد لي صباحك وصباح كل شيء عم يشاهدنا. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة صفاء. أهلا وسهلا فيكي. يعني حاولنا بداية نعطي تعريف مبسط عن الاقتصاد المنزلي. اليوم حابين من وجودك معنا لليوم نوضح مفاهيم عديدة ضمن هذا المفهوم. خبرينا بداية نحن شو نقصد بالاقتصاد المنزلي. تمام. هلا كان تعريفك للاقتصاد المنزلي بالبدايه كثير حلو، لكن انا دائما بقول لهم علم الاقتصاد المنزلي هو علم الحياه. لما بنقول علم الحياه معناته هو عم يشمل مجالات واختصاصات متعدده ضمن حياتنا، نحن عم نمارسها ضمن حياتنا اليوميه وما عم نعرف انه هي لعلم الاقتصاد المنزلي، تابعه لعلم الاقتصاد المنزلي ببلدنا يعني ضمن سوريا. فهي الاختصاصات خارج البلد هي تدرس كاختصاصات خاصة تحت هذا العلم. في عنا مجالات متعددة ممكن للأشخاص اللي بيدرسوا علم الاقتصاد المنزلي إنهم هن يتوجهوا لها من خلال ممكن يكون عنا نحن مشاريع صغيرة، ممكن تكون الانتساب أو الالتحاق بشركات خاصة، سواء كانت هي المجالات. رح أقول أنا في ناس بتتوجه وبتدرس تخصص تصميم الأزياء، في ناس بتتوجه لأخصائي التغذية، وكل واحد في له مجالات العمل الخاصة فيه، بالإضافة لدور عمليات التوجه بالعمل لدور الحضانة، الجامعات، المطاعم، الفنادق. هذا كله ياتو بيشمل مجال الغذاء والتغذية يلي نحن مندرسه أو مندرسه بعلم الاقتصاد المنزلي. بالإضافة للمجال الأهم يلي نحن ذكرناه بالبداية اللي هو أو حضرتك ذكرتي اللي هو علم الأسرة أو الحياة الأسرية وتأثيره عليها وكيف ممكن أفراد الأسرة وبضوء الأزمة كيف استثمروا علم الاقتصاد المنزلي، وهن ما بيعرفوا أنه هاي التخصصات هي تابعة لهذا الاختصاص. لكن نحن بدورنا كمرشدين بالعلاقات الأسرية وضمن جامعاتنا ومعاهدنا وتعاملنا مع كافة الشرائح سواء كان بالجمعيات أو حتى بمؤسساتنا الحكومية أو حتى بمناهجنا، أنه نحن كيف نوجههم ضمن هذا العلم والتخصصات التابعة له لحتى يستثمروا ويستفادوا منه وكان حصلوا منه على مهن حرة بإيديهم، أنهم ممكن فادتهم. في عنا طلاب صاروا خارج البلد، ممكن الدول اللي راحوا عليها البلد ساعدتهم حتى يكملوا الاختصاص، في منهم لا
استثمروا عملهم وصاروا يشتغلوا بنفس التخصص اللي هن يتخرجوا منه. وأكثر شيء يمكن هي كان عندهم مجال النسيج والأنسجة، لأنه مجال التغذية نحن عنا منفتقر له كمواد وكمقررات ضمن مناهجنا والعلم اللي نحن عم ندرسه حاليا. هلأ هو إذا سألتيني إنه هو هل هو موجود عنا يطبق عنا، نحن في عنا معاهد فقط تدرس لمدة سنتين بعد الثانوية، وهي حكر على طلاب الفنون النسوية. ليه؟ أكيد بتعرفوا أنتوا هذا الشيء. هي قرارات وزارية نحن ما بنقدر نتحكم فيها، لكن زمان بدنا نقول نحن بال97 بال95 كان في يعني بادرة كتير كبيرة من خريجين التعليم العام يتوجهوا لهذا الاختصاص ويدرسوا بشغف ويتخرجوا منه ويكملوا بعدين اختصاصات متعددة اللي هن بيرغبوها. هلأ نحن بدنا نقول انه الهدف من دراسته، الهدف من تدريسه لمثل هاي الشرائح. طبعا هو يعني كوزارة التربية او وزارة التعليم يمكن لحتى يخرجوا مهنيين بحتي يعني بشكل بحت وليس إداريين. لكن نحن لما منزور الشركات، شركات الألبسة أو شركات الأغذية، هنن بيطالبوا بطلابنا هدول إنهم هنن يلتحقوا فيهم حتى لو ما كان عندهم الخبرة المهنية، هنن قادرين إنهم يعملوا لهم دورة لمدة 3 أو 6 أشهر وبيصيروا بيستلموا مو عمل إداري وإنما مدراء لمثل هاي الورشات ومشرفين عليها بسبب المهارات والخبرات اللي هن بيكتسبوها. نحن لما بنقول اقتصاد منزلي يمكن كتير ناس بتقول طبخ. صحيح. لا لا ابدا، هو لا نطهو ولا نطبخ، لكن هو تغذية، لكن للتعرف على طرق التغذية الصحيحة، طرق الطهي الصحيحة والصحية لكافة شرائح المجتمع، بدي اقول من الاطفال للكبار. هلا أكثر شغلة نحن اللي فادتنا بالحرب أو كنا عم نركز عليها معاكم هي كيفية الإدارة السليمة، لأنه إذا أجينا لعلم الاقتصاد المنزلي كمصطلح هو هوم إيكونوميك، فهو إدارة المرأة لمنزلها، لكن هي صارت أكبر بكثير من هيك لأنه هي تشاركية ما بين المرأة والرجل والأبناء نفسهم لحتى يعيلوا نفسهم ضمن هاي الأسعار والغلاء اللي نحن عم نشهده بين يوم وليلة بين الفترة الصباحية والفترة المسائية. فبده يكون في عملية إنتاج وإدارة صحيحة وخلق مشاريع من ضمن علم الاقتصاد المنزلي بكافة المجالات اللي أنا ذكرتها لحتى هن يغطوا. ما عاد في شيء اسمه كماليات أستاذي. صحيح. هو كل شيء ضروري للإنسان، لكن حتى الضروريات نحن صرنا عم نسعى لحتى نغطيها، لحتى نقدر نغطيها. في أمور مفروضة علينا فرض، في أمور ممكن نستثنيها، لكن هون بقى أنا بصير كربة منزل أو كرجل قائم على إدارة المنزل بعملية الإنفاق ضمن الحدود الممكنة متاحة. أيوة تماما، من شان ما يصير يخلق عنا مشاكل نفسية. أكيد أكيد. مشاكل بالبيت بين الأزواج. حلو كتير. هلأ هو هي علاقة علم الاقتصاد المنزلي بمجال العلاقات الأسرية، إنه لما تفهموا المرأة صح، لما يفهموا الفرد، أنا بدي أقول ما رح خصص المرأة لكن دائما بنركز عليها لأنه هي الركن الأساسي بالبيت. صحيح. على عاتقة يعني بيصير كل شيء. فلذلك منقول إذا تأثرت ماديا رح تتأثر نفسيا وصحيا جسديا، رح تتأثر بحياتها الثقافية، حياتها الاجتماعية، حياتها ضمن عملها، التواصل مع الآخرين، لأنه المردود المالي بيلعب كتير دور كبير بمثل هاي الأمور. فلما بيصير في تحديد أو تقليص هون صارت عم تنضغط نفسيا، انضغطت نفسيا، صارت عم تلجأ لشيء فشت قهر خلينا نقول. تماما. نحن بدنا منهم انهم هن ما يلجأوا للامور اللي غلط كثير كبير انه يلجأوا لها، هي انهم مثلا يشربوا حبوب الاكتئاب او حبوب الاعصاب. ممكن توصل لهي الدرجه. طبعا اكيد ممكن توصل لاكثر من هيك اذا كان الاداره غير صحيحه وما في تفاهم بين افراد الاسره، فبده يكون في تعاون دائما بين العائلة الواحدة لحتى تعمم هذا الشيء على الوسط الخارجي اللي هي فيه.
تمام. أكيد ست صفاء، اليوم من خلال حديثك معناتها نحن كنا خلال السنوات السابقة عم نمارس مفهوم الاقتصاد المنزلي طبعاً. حتى لو ما كنا نحن بنعرف أنه نحن عم نشتغل بهذا الاختصاص. اليوم ظروف الحرب أجبرت الجميع على إنشاء مشاريع صغيرة، على الادخار، على التقنين لتغطية الحاجيات اليومية. اليوم هذا الشيء كرمال ما ذكرتي حضرتك نروح للانعكاس السلبي على حياة الأسرة. اليوم في أساسات وفي تنظيم لإدارة الأسرة، شو هي أهم الطرق؟ هلا بالنسبة بدي أقول أنا لحتى الأسرة تكون ناجحة والطرق اللي لازم تتبعها ضمن منزلها سواء الأسرة أو أي فرد، ممكن في ناس عايشة حياة استقلالية. أول شيء لازم يكون في عنا خطة منظمة لكل أسرة. نحن ما فينا كخبراء أو كأخصائيين نوضع خطط لكل أسرة ولكل فرد، لأن كل إنسان له حياته الخاصة، له طبيعته الخاصة. كل محافظة ببلدنا له طبيعتها حسب المناخ، حسب الماديات، في اختلافات كتير، في اختلاف حتى بالثقافات. فهون نحن بنقول لهم كل أسرة لازم توضع برنامج خاص فيها خلال الشهر، خلال أسبوع، حسب المردود المادي اللي ممكن يدخل لها. رح أربط دائما بالمردود المالي، وهو هذا هو الدعامة الأساسية لأنه لحتى هن يقدروا يكملوا مسيرة حياتهم اليومية، سواء كانت الدراسة، ما رح نوصل للسيارين والسياحة تمام مشان ما نقول نحن خارج الخيال، بس لا، في ناس عايشة وعم تقوم بعملية تخصيص من ضمن ميزانية على مثل هاي الأمور، يمكن ضمن جمعيات، يمكن ضمن قروض. المهم إنهم يروحوا عن نفسهم ليرجعوا للعمل بشكل متواصل وبشكل صحيح. فلازم يكون عند الأسرة مرونة في عملية التعامل مع هاي الخطة. يعني ممكن يحدث عنا نحن طوارئ، ممكن يحدث عنا أي حدث طارئ، هون نحن نتعرض ل نقول نحن لعامل نفسي يضغطنا من الناحية المادية. فلازم نخصص جزء دائما للأمور الطوارئ. فعملية المرونة في تغيير الخطة، في تغيير برنامج اليومي، من شان ما يصير في عنا روتين يومي قاتل للأسرة. وهذا يمكن نحن كتير بنسمعه، حياتنا روتينية بصراحة. يعني اليوم أغلب الناس بتقلك أنا يومي عم يتكرر. رح أقول ليش. نحن بالحرب اللي كانت موجودة خلال 13 سنة الماضية، هي هلأ يعني بدنا نقول سلبياتها وايجابياتها عم تظهر. فالسلبيات والايجابيات من الناحيه الاجتماعيه، الاقتصاديه، الناحيه الماديه على الاسره، الحاله النفسيه اهم شيء اللي عم يعاني منه الشعب بسبب بدنا نقول نحن مو قله العمل، لا ابدا. انا واقعيه جدا، نحن بلدنا فيها عمل بشكل كثير كبير، لكن لازم نبحث عنه، ما نستنى لحتى نحن انه الدوله تامن لنا اياه، او انه انا معي شهاده معتبره او شهاده معينه، لازم استنى مسابقات لحتى انا اقوم بمسابقه لالتحق بوظيفه اداريه. علم الاقتصاد المنزلي هون هو من خلاله نحن عم نخلق كثير مشاريع. يلي بيدرس مثلا تصميم الأزياء أو مثلا النسيج والأنسجة، هون عم يقوم بفتح مشاريع خاصة، يمكن حتى عم نشوفها مع السيدات ومع النساء ضمن منازلهم، اللي هي يمكن ياخذوا مكنة خياطة أو مكنات تريكو. هاي الموجودة عنا نحن ضمن معاهدنا، ضمن ما رح أقول جامعاتنا لأنه نحن بالجامعة بيصير تعليم أكاديمي، فمنتجه للتخصصات الأكاديمية اللي هي مثل التغذية، يلي نحن المفروض يعرف كل شخص كيف اتعامل مع أفراد الأسرة من حيث التقنين وتحديد النفقات بمجال الغذاء، سواء كان عندي حالات مرضية ضمن هاي الأسرة، ونوعية الغذاء وطبيعة الغذاء وكمية الغذاء، لأنه نحن السوريين كتير مشهورين بالمونة، هذا المتعارف علينا خارج البلد. فحتى هاي كلمة المونة صار فيها كمان تقنين واقتصاد من خلال حياتنا اليومية اللي نحن عم نشوفها. فعلم الاقتصاد المنزلي لما نحن عم ندرسه
بمعاهدنا طبعا عم يختصر حاليا على مهنة واحدة فقط هي النسيج والأنسجة. عم تكون مادتين يعني مقرر أو مقررين لساعة ساعتين، هدول غير كفيلين إني أنا خرج أخصائي تغذية أو أخصائي علاقات أسرية. والعلاقات الأسرية هي دراسة الشخص نفسيا اجتماعيا سلوكيا، وعم نشوف كثير ناس بيقولوا أنا محتاج لطبيب نفسي. لا، نحن كل إنسان هو طبيب نفسه، بس نعرف المشاكل الموجودة عندنا نحن قادرين على أنه نحن نتخطاها. فالشريحة اللي عم تتخرج عنا عم يكون في عندها مجالات عمل واسعة، بس بدها تبحث عنا ضمن البلد، أو إذا كان في مين دعمهم بقروض صغيرة، وهذا الشيء اللي عملته متاح. تمام، متاح أنه هن من ضمن هاي القروض يشتروا مكنة واحدة أو مكنتين، وبعدين العمل بيكبر. يعني بنبدأ صغار وبنكبر بعدين. أو حتى لو فكروا بالسفر خارج البلد، بيجي لمجال الاختصاص الغذاء والتغذية يلي أخذ جانب كتير كبير، ومنه العمليات اللي نحن عم نشوفها بالمولات بالسناتر، اللي هي انه الأطعمة الجاهزة، الأطعمة المحفوظة بطريقة صحيحة، الأطعمة المهيئة للطهي، هي كلياتها كانت عمل سيدات ضمن منازلهم او فتيات. تماما، علم الاقتصاد المنزلي هون بيعرفهم على الطريقة الصحيحة في عمليات الحفظ، أصولها كيف ممكن إنه هي تبقى معنا لفترات طويلة، وخصوصا بفترة انقطاع التيار الكهربائي اللي نحن ما عم نشوفه. تمام، فهي مشكلة نحن بعلم الاقتصاد المنزلي بنحاول نتخطاها بالطرق الصحيحة في عمليات الحفظ. كيف ممكن نحن نعلم الأشخاص إنه هن إذا كان في عنا مسنين ضمن البيت، إذا كان في عنا أطفال، كيف نتعامل معاهم صحيا غذائيا. تمام أستاذة صفاء، ذكرتي نقطة المردود المالي، واليوم نحن كلنا بنعرف المردود المالي هو ثابت للأشخاص يلي عم يشتغلوا إن كانوا بقطاعات خاصة أو حكومية. اليوم كيف نقدر نحقق توازن بين هي المعادلة بين المدخول والاستهلاك، بحيث نحن اليوم نقدر نتأقلم مع الراتب ونقدر يمكن نصرف بشكل مناسب؟ خبرينا أكثر، نعطي نصائح للمشاهدين. هلأ أنا لأني شخص مثلي مثل كل إنسان سوري ضمن هذا البلد، وعم نعاني من هذا الموضوع. نحن صعب جداً أنه نحن نغطي النفقات. رح أقول شغلة مهمة جداً، هي أنه أنا أكون أهم شيء الرضا، القناعة، أني يكون مربية أطفالي من الصغر بمجال العلاقات الأسرية للاقتصاد المنزلي، نعلمهم على القناعة، على التقنين، وليس على الإسراف. برجع بقول مو التقنين لدرجة إني أنا الحرمان لطفلي حتى يصير هو يستهجن كل شيء. عملية الموازنة صعب كتير إنه هي تصير، لكن نحن عم نتعايش مع الوضع اللي نحن موجودين فيه ضمن المردود المالي لإلنا. إذا بدنا نحكي كراتب شهري كموظفين، الراتب الشهري ما بيغطي أبداً حتى نفقات المخصص الأساسي اللي هو فواتير المي والكهرباء وإلى آخره. فكيف نحن إذا بدنا نتجه لمجال الغذاء اللي هو ممكن يكون أكثر شيء مكلف عنا، بالإضافة لمستلزمات إذا عندك طلاب جامعة، عندك مواصلات، عندك مستلزمات جامعية، فهون بيزيد المصروف. هون رح وجه نصيحة للجميع إنه نحن نكون ضمن الأسرة الوحدة، إيد وحدة، نتعاون بخلق مشاريع صغيرة، نقدر من هاي المشاريع ومن علم الاقتصاد المنزلي. ونحن شفنا كثير دكاترة راحت عياداتهم قاموا بعمل دورات مهنية بضمن أعمال الاقتصاد المنزلي اللي هي الكنويشة، التريكول، صار في لهم مردود مالي كثير بغطي العائق يلي هن وصلوا لإلهم وكان مساعد لإلهم. فنحن بدنا نخلق مشاريع متعددة لحتى نحن نقدر، يعني بدنا نشتغل شغل واثنين وثلاثة، فبنشوف السوري مرهق لأنه هو على 24 ساعة ضمن عمل ممكن يخلق لحاله يوم أو يومين للاستراحة للاستجمام لحتى يقدر يرجع
يقوم بالعمل بشكل يومي، لأنه نحن عنا رسالة هي الأسرة، هي أسمى شيء في الوجود. صحيح. اللي لازم نحن دائما نشتغل عليها وندعمها ونكون إيد واحدة ضمن هاي الأسرة لحتى ما يصير في عنا فشل، لأنه فشلت الأسرة ففشل المجتمع. أكيد أستاذة صفاء، وذكرتي نقطة كتير مهمة اليوم، يعني الظروف، ظروف الحرب اليوم عم تطلع علينا، كان بالأثار النفسي يمكن أكثر من الاجتماعي. حتى اليوم الإنسان المرتاح ماديًا بيقول لك في شيء أنا ما مريحني، وهذا الشيء سلبي مرق بالسنوات الماضية. ذكرنا الأسرة ونحن نعود أطفالنا، ولكن اليوم الطفل بحاجة أيضًا لأنك أنت تغطي حاجياته النفسية، حاجياته الاقتصادية. نحن اليوم هذا الطفل، في أطفال كبرت ونشأت على حياة معينة، أطفال الحرب، أطفال الحرب، وصار في يوم عنا الظروف يعني مثل ما بنعرفها نحن بشكل عام. هدول كيف نحن نقدر نوازن نفسيتهم، يعني حتى نقدر نقنعهم أنه نحن اليوم بوقت آخر وزمن آخر؟ هلأ نحن إذا بدنا ننطر لعمر 20 سنة، أو لأنه هلأ صار هيك هن أعمارهم. صحيح. مع الحرب هن بدوا يمكن عمر 10-11 سنة. في أطفال خلقوا بالحرب، في أطفال خلقوا قبل الحرب، فنحن بدنا نقول التأسيس بيكون من الصغر. صعب جدا أني أنا أقنع هذا الشاب أو هذا الطالب ضمن الجامعة، لأنه بيصير في حوار ونقاش بيننا وبين طلابنا بهذا الموضوع. فأنا رسالتي كأستاذة جامعية أني أنا أوصل جزء أو خصص جزء من ضمن محاضرتي لإرشاد مثل هدول الشباب ضمن المعقول، ضمن المنطق، حتى يقتنع مني هذا الطالب. بيتفاعلوا بيتفاعلوا بشكل كتير كبير. طبعا هذا الشيء أنا لمسته مع طلابنا، وخصوصا أنهم هن على فكرة أنا بدي سافر، بدي أترك. أنا دائما أوجههم أنه نحن عنا شغل هون، بتقدروا بإنتاج كتير كبير، أصابعكم إيديكم هي يعني ثروة. فعلا لما صاروا خارج البلد قالوا لي كل كلمة حكيتي يا أستاذة نحن عم نوصل لها. المعاناة اللي عم يعانوها خارج البلد، بدي أقول أنا لو طالعوا مردود مالي هن عم يعانوا من أمور كتير اللي هي نفسية وجسدية واجتماعية، هذا كله عم يبعدوا عنه. فأنا بدي أبدأ مع طفلي من الصغر بتأسيس هاي الأمور، بترسيخها ضمن عقليته، بتحميله المسؤولية. معلش منحمل أطفالنا المسؤولية، نحن هذا التقليد الأعمى للآخرين، أنه أنا ابني طالب تاسع، ابني طالب بكالوريا نجح تاسع، لازم نجيب له موبايل نوعه كذا. هاي ما أنا من عاداتنا وما أنا من تقاليدنا. فنحن لازم نركز على المبادئ الأساسية يلي نحن ربينا عليها. نعم. في اقتناء مثل هاي الأمور وتأمينا لأولادنا خلال حياتهم اليومية. لأنه نحن لما بنعطيهم أكثر نحن رح نخسرهم. صحيح. فخلينا ضمن المعقول وضمن الحدود. ضمن الحدود. أكيد. يعني بالختام كنتي معنا المهندسة صفاء أحمد، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذة صفاء لحضورك، ونتمنى اليوم تحسين الواقع الاقتصادي وسوق العمل. اليوم الشباب حقهم يعيشوا، حقهم أنهم يبلشوا مشروعهم الخاص اللي بيوازي حلمهم. طبعا أكيد. شكرا أستاذة لحضورك، أهلا وسهلا فيك. نحن قبل ما نروح لنستقبل ثاني ضيوفنا لليوم، خلونا نروح لأول تقاريرنا لليوم، ولمحافظة حلب ولتكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة على مستوى القطر ضمن فعاليات حلب التاريخ والأصالة يلي أقام فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة. باقي التفاصيل مع زميلنا وليد هنايا. تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة على مستوى القطر ضمن فعالية حلب التاريخ والأصالة التي أقامها فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة. أقام فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة معرضا للتراث، الحرف التراثية اليدوية التقليدية، وتم الاتفاق على أن تكون هذه الحرف ضمن الخطط الأولوية لاتحاد شبيبة الثورة لتعليم شبابنا هذه الحرف منعا لاندثارها ولأن تتواتر بين الأجيال. كما تم إقامة حفل فني ومسابقات شعرية على مستوى فرع حلب اتحاد شبيبة الثورة، تغنت ببطولات الجيش العربي السوري وبانتصارات التي تحققت على مستوى الجغرافيا السورية. فحبينا نضوي من خلال الأشياء التراثية الموجودة بحلب، من خلال المعرض الموجود، ومن خلال الكورال اللي عم يعزف القدود الحلبية، ومن خلال الشعر. طبعا الشعر حلب اشتهرت بالقدود اللي هي
كانت أو الموشحة نظيرة للموشحات الأندلسية. فقرات فنية وطنية قدمها كورال فرع الشبيبة بحلب مع لوحة رقص فلكلورية من التراث الشعبي. نشكر الله أنه قدرت أجمع المجموع الكامل بشهادة البكالوريا فرع العالمي. أكيد كان يعني بده تعب وشغل، بس الحمد لله فرحة النجاح بتنسينا كل شيء وكتير شيء حلو. طبعا أنا أتشكر اتحاد شبيبة الثورة التي أتاحت عدة فرص للعديد من الشبيبيين ومنهم أنا، كانت حيث شاركت في من الوفد السوري في العراق في بغداد ضمن مهرجان شاعر شباب العرب. شكرا لكل مين ما ساعدني، والحفلة كتير حلوة، وشكرا لماما وبابا. أنا جيت اليوم لحتى أقدم رقصة السماح، وكتير حلوة الحفلة ويعطيك العافية. الفعالية تخللها مبارزات شعرية ومعرضا للمنتجات النسيجية اليدوية. وليد هنايج، الإخبارية السورية، حلب. ومثل ما عودناكم مشاهدينا نضبي دائما على المشاريع الصغيرة ونقدم لها كل الدعم، لأنها بتحمل اليوم بصمة صاحبها وأكيد بنفس الوقت إلى أثر إيجابي كتير كبير ومردود مادي على أصحابها وعلى المجتمع. مشروعنا اليوم مميز، بيحكي عن الكروشيه، فن قديم يرشد بيحمل كتير من الجمال والذوق. أكيد هادي اليوم عم نحكي عن مشروع بيتعلق بالفقرة الأولى اللي كنا عم نحكي فيها مع الأستاذي صفاء عن مفهوم الاقتصاد المنزلي. اليوم مشروعنا هو واحد من هدول المفاهيم ضمن اختصاص الاقتصاد المنزلي اللي شفنا ولادي لهم كتير كبيرة خلال السنوات الماضية. اليوم الظروف عم تخلي السيدات يخلقوا هدول المشاريع، حتى الشباب اليوم عم نشوفهم بهدول المجالات. رح نحكي اليوم مع ضيفتنا عن هذا المشروع، عن بداياته وأهم الصعوبات، واليوم كيف يتم التسويق له، وأكيد قدي تأثيره إيجابي بالنسبة للمردود المالي. وأكيد من الرحب بضيفتنا لليوم وهي السيدة خلود محفوظ. يسعد صباحك أستاذ خلود، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. صباحنا. خلينا بداية نحكي، أمتى بلشتي بمشروعك، بمشروع فن الكروشيه؟ هلا بداية من الصغر تعلمته كهواية. مع الأيامات تطورة لحتى من 5 سنين اعتمدته مشروع كروشيه. مين اللي كان قبلك عم يشتغل بالبيت؟ ما عندي حدا بيشتغل بالبيت. كونك من الصغر يعني اكيد كنت كروشيه تعلمته من القرايبين. من اقربائي تعلمته، معي صرت طوره، شوف القطعه صرت اشتغل مثلها. تمام. يعني خلينا نروح لك هالقرنوب. حلوين كثير. حبيتي؟ تماما. اليوم هدول القطع كثير ميزين وبياخذوا منك جهد ووقت وتعب. أكيد. يعني يمكن خلينا نحكي عنه بشكل عام، شو الادوات اللي بتستخدميها ضمن هي المهنه؟ هلا الادوات اللي بستعملها كل قطعه لها ادوات. هلا عندك هون عندنا خيط الصوف بنستعمله، عندنا خيط القطن، عندنا خيط الكليم، عندنا خيط السلسله، كل قطعه لها خيط مميز. تمام. بستخدمه. قبل ما نستعرض أكثر الشغل اللي شغلتي اليوم بالكروشيه، عم نشوف قطع عديدة ومتنوعة اليوم، خبرينا شو اللي خلاك اليوم تتجهي لصناعة الكروشيه؟ لأني بحبها هاي الهواية من الصغار، ومعي طورتها، بعشقها للهواية. كيف طورتيها؟ خبرينا. شوف اللي مثلاً شوف قطعة كيف مشغولة، أرجع البيت طبقها، شوف رسمة عجبتني أرجع طلعها. حلو. هلأ بوجود الإنترنت ساعدك كثير، صار يساعد بالموديلات كثير، بالنقشات صار في تطوير اكثر لفن الكروشيه. اليوم هيك اذا بدنا نستعرض بعد هيك القطع ونحكي عن المراحل، نحن اليوم سالناك عن الادوات المستخدمه ضمن القطع، في مراحل للعمل في وقت زمني. هاي كنزه، انا هذا اللون بعشقه، حلو. كل الصبايا بتحب هذا اللون، هاي تقديري مانك من عشاق هذا اللون. اكيد، ويمكن بتلاقي ما في بيت الا في اليوم قطعه كروشيه، بتلاحظي نفس طيب اليوم خلينا نحكي عن مراحل العمل. اليوم هاي القطعه كنزه نحن عم نشوفها، بتبلشي فيها ان كان بالوقت ان كان بشو بتشتغلي، يعني المراحل. هلا مراحل مثل هاي الكنزه انا بطلع على موديلها، بأسس موديل اول شيء، بقيم الخيط، نوعيه الخيط اللي بدي اشتغل فيها. شو نوع خيط هاي؟ مثل هاي كنزه صيفيه، نوع الخيط قطن صيفيه. هاي ايه صيفيه. نوع الخيط قطن صيفي. بحطها بقعد بطلع، باخذ القياسات، باسس القياسات تبعتها.
بأسس موديلها وبيشتغل فيها. سنارات ما سنارات، في قياسات للسنارات، في كل خيط له قياس النارة. هاي شو قياس النار؟ هاي قياس النارتها 2.5-3 خيط رفيع لأنه بتاكل وقت بالشغل، بتاكل أسبوع لعشرة أيام بالشغل. أسبوع. طيب وكمان هون عم نلاحظ في عندك شغل كمان بالبرتوكلي، خبرينا عنهم أكثر عن طريقة صنعهم اليوم، قد بياخذوا معك وقت؟ قلتي لنا هدول ممكن ياخذوا معك أسبوع أسبوعين، هدول قد ممكن ياخذوا وقت؟ هدول 2 أو 3 ساعات، هدول قطعة صغيرة برتوكيلات، بجيب الخيط بشتغلهم وفي حشو بحشيهم فيها وبحط لهم برتوكيلة. تمام. اليوم القطع اللي بتشتغليها قابلة للإصلاح إذا صار أي مشكلة، يعني إن كان القطع الكبيرة أو القطع الصغيرة؟ يعني هلا كل قطعة بتختلف عن قطعة تانية. هلا القطعة الصغيرة مو مثل القطعة الكبيرة، الخيط النحيف مو مثل الخيط التخين، كل قطعة إلها. إنه أسهل لك بالعمل؟ الخيط التخين أهون. أهون ما بياخد وقت أقل يمكن؟ بياخد وقت أقل وصنارته بتكون غير قياس، بيبني أكتر بالشغل. طيب هي الحرفة أو المهنة هي صعبة اليوم السيدة أو الصبية تتعلمها أم لا؟ خبينا شو في هيك أنت عندك صعوبات بتواجهيها اليوم ضمن فن الكروشيه؟ هلا لا بس بنصح كل سيدة تتعلم هالمهنة لأنه مهنة كتير حلوة. هاي مهنة الكروشيه مهنة كتير حلوة لا يمكن لأي آلة تنفيذها. بتحسي بكل لفة خيط بكل عقدة، بتحسي ما فيها ولا صعوبات ولا أي شيء، شغف وحب بحبك للقطعة، بدها صبر تشتغليها بحب وإتقان. صعوبات اللي بلاقيها بس بالأدوات، بالأدوات بس بالخيطان ما أنا متوفرين أحيانا ما تلاقيهم مو متوفرين. طيب خلينا نروح لموضوع التسويق. واليوم هدول القطع يعني بعد هذا الإنجاز الجميل والوقت اللي عم ياخده من جهدك ومن وقتك ومن صحتك حتى، يعني تسويقيا اليوم كيف عم بتديري الأمور؟ هل عندك صفحة؟ هل عندك أشخاص معينين بيوصوك على القطع أو بتعرضي منتجاتك؟ هلا عندي صفحة على الفيس اسمها صفحتي رونق للكروشيه، بعرض شغلي عليها. السوشيال ميديا كثير عندها تطورات وعطى مراحل وعطى كيف بدي اقول لك يعني سهل كثير للتسويق. اليوم يمكن اي حدا عنده مشروع بيكون عنده هيك لبعدين بالمستقبل انه انا خلص بدي كبر شغلي بدي كبر مشروعي، اليوم في عندك هذا الامل او هذا الطموح انه يكون عندك ورشه خاصه فيك تستعرض فيها القطع اللي انت انجزتيها وبنفس الوقت يمكن من خلالها تقدري تعلمي شباب وصبايا بهي الفن؟ أنا طموحي يكون عندي ورشة كروشيه كبيرة، طورها أكثر من هيك، يكون عندي صبايا وبنات علمهم المهنة لأن المهنة كتير حلوة، وبتمنى مشروعي يكبر لبرا. ما جربتي أبدا اليوم يعني ما عندك تجربة بتعليم الصبايا أو الشباب بهي المهنة؟ عندي تعليم بنات، بعلم بنات. طيب اليوم هدول المنتجات يعني بحاجة أيضا، خلينا نقول غير السوشيال ميديا، اليوم العين إذا شافت هاي القطعة ممكن تحبها أكثر يعني. وهذا الشيء صار متاح لحضرتك ولا كثير من السيدات من خلال البازارات والمعارض؟ كان لك تجارب بمعرض ببازار عرضتي منتجاتك؟ تجارب بالمعارض البازارات لسه ما عرضت منتجاتي، أكثر منتجاتي منزلها على الفيس على صفحتي وبتشوف العالم. يعني احنا بنعرف انه فن الكروشيه هو فن كثير قديم ولكن اليوم لسه عم يتطور وفي كثير من الجديد عليه، خبرينا اكثر اليوم كيف عم تقدري تتماشي اليوم مع الموضه، كيف عم تقدري تجيبي افكار جديده ضمن شغلك؟ قلت لك قبل شوي الانترنت ما خلى شيء. عندك موقع البنترست، هذا موقع كثير مجالاته كبيره، كثير فيه افكار حلوه وموديلات الوان موضة. عادي كتير بيساعدني هاد باختيار الموديلات الألوان الأفكار. طيب ست خلود اليوم يعني كمان هو سلاح ذو حدين، اليوم وقت اللي انت بدك تشوفي الفكرة وتطبقيها ما بتخافي من موضوع التكرار؟ أو اليوم انت إلك بصمة خاصة بكل قطعة ممكن يعني تكون خاصة فيكي؟ يعني كل قطعة لها بصمة خاصة. صحيح. يعني اشتغلي قطعة بتحبيها تشغلي قطعة تانية ما بتطلع قطعة مثل قطعة، لأنه الشغل اليدوي مو مثل شغل المكنة. كونه عم نقول إنه عم ناخذ الأفكار من الإنترنت، ف يعني إحنا بنقولها بالعامية إنه هي القطعة مطروشة كتير بالسوق، فكرمال هيك كتير من السيدات اللي عندهم هدول المشاريع بيكون لهم بصمة خاصة. نحن بنعرف إنه يعني مفرضا الست خلود هي اللي عاملة هي القطعة، يعني أكيد في شيء بيميزها. أيضا هي نشوف لون الأبيض شوي قاصص على الكاميرا، قد إيه نحكي عن هي القطعة عن مراحل عملها؟
هاي مراحل عملها خيط قطن خيط رفيع جدا صيفي عم يحكي صيفي صيفي هلا كل الادوات اللي عندك هون صيفيه بجيب جبت الخيط ونقيته من النت وصممته انا وفي موديلات بعدل عليها مو نفسها يعني كمان هون عم نشوف في عندك شغل على الجز الدين كمان عم بيكونوا درجين كتير بهي الفترة خبرينا كمان يمكن أول قطعة الواحد بيشتغلها بيكون عنده خصوصية في ذكرى خاصة إلى خبرينا شو أول قطعة اشتغلتيها وكيف كانت يمكن ردود أفعال الناس على شغلك أول قطعة اشتغلتها القطعة هاي هي هي؟ هاي هي تمام قدي عمرها أول قطعة اشتغلتها عمرها سنة هاي القطعة أول ما بلشت بشغل الشناتي هاي القطعة لأني كنت اشتغل أول شيء شالات بالشتوية شالات والكنزات والحرامات اللي بيبيع دول آخذين كانوا أكتر الشيء معي بعدين اتجهت لشغل الشناتي أول قطعة اشتغلتها كتير بحب هاي القطعة حلو ودخلت عليها الإيدين الجلد والإكسسوارات حلو طيب اليوم شو الناس تطلب منك أكتر شيء ست خلود يعني نحنا بنعرف إنه هاي الصناعة يعني كل بيت بنلاقي قطعة في بتلاقي قطعة يعني موجودة شو أكتر شيء مطلوب منك يعني هلا أكتر شيء مطلوب كل موسم إله هلا موسم الصيفي عندك شناتي عندك البوكسات الكليم الكنزات في عندك الإكسسوارات ما عندك جايبي شيء إكسسوار اليوم لا والله ما جبتني اليوم حلو الإكسسوار يكون من هاي ال الخيطان أو هيك يعني بجوز بالطبق الكنزة مع قطعة الحلقة أكيد عندك الديكورات عندك مثلا وردة باعة ورد إلى مزهرية علبة المحارم كديكور عندك ديكور مرجوحة هدول كلهم ديكورات كمان بيستخدمون بالبيت وحطوهم كديكورات للمنازل قد ايه مهم اليوم السيدة تكون ملمة بهيدا الفن فن الكروشيه كرمال يمكن تزيين البيت بهي القطع الجميلة خبرينا أكثر قلت لك أنا كل قطعة إلها فن كل قطعة بتختار موديل كل زبونة بتختار موديل على حسب ديكور البيت على حسب ذوقها على حسب الالوان كل وحده لها عندها ذوق وعندها بصمه عندها لمسه غير احيانا ست خلود الصبيه بتكون يعني خلينا نقول العروس اللي عم تجهز لبيتها لكذا ممكن اليوم تستعين فيكي كرمال ديكور بغرفه النوم كرمال انك تعملي لها قطعه على التخت يعني هي تجربه شفناها كثير يعني مع سيدات هلا مشان غرفة النوم كعروس بتستخدمي مفارش هي عم تشتغل مفارش للتخت للعروس بس مو سميكة يعني لا مفارش رقيقة وبتتنجد المفارش بتصير ما أحلاها مفارش تخت بتشتغل كمرجوحة ديكورات شفناهم مرجيح علبة محارم هذا كلهم بحطون بغرفة النوم سلة للمهملات بصير طعم علبة المحارم وسلة للمهملات كمان بصير طعم مع بعضهم وغرفة الأطفال غرفة الأطفال عندك الألعاب عندك غرفة الأطفال الأتاك السلات كل شيء السلة تبعك منقول عنا نحن منضب فيها الألعاب الصغيرة هي السلات الكبيرة إيه حلوة الألعاب الصغيرة للأطفال طيب بما أنه عم نحكي عن الطلبات وشو بيطلبوا منك اليوم الناس ممكن يطلبوا منك قطعة معينة لون معين شكل معين ولكن أنت تقترحي شيء تاني أنه خلص أنا ممكن أعطيكي ذوقي ممكن هي بباله شيء صبية بس ما يكون ضابط أنت ممكن تقترحي اليوم أفكارك هل الصبية بتقترح على الموديل بتبعت الموديل بتنقلي الألوان طبع العيون أنا بشتغلهم على الواقع أحيانا الصورة ما بتختلف عن الواقع لقيتها حلوة مناسبة كملت لقيتها مو مناسبة إلا للزبونة بعطيها رأيي إنه هيك أفضل هيك أحلى طيب اليوم كل واحد له نظرة بالشغل كل واحد له ذوق أكيد اليوم أنت بالنهاية فنانة لك نظرة خاصة ممكن تضيفي تفصيل جدا صغير للعمل يعني تغيري أو تجملي منه أكثر ست خلود دائما يعني اليوم السيدة وقت اللي بدها تبلش مشروعها ممكن تتخوف من كذا قصة يعني قبل ما نروح لهيك نعطيهم شوية نصائح اليوم ماديا يعني اليوم هل عم يناسب اليوم التسويق المادي أو المردود المادي بهذا المشروع تعبك وجهدك وسعر المواد الأولية والله هن اللي جيتي كله غالي المواد الأولية مرتفعة يعني شيء بتكلف القطع وشيء بعدل شيء الحمد لله نصائح أخيرة من حضرتك اليوم لكل صبية أو سيدة حابة تدخل اليوم بفن الكروشيه ويكون عندها شغل خاص بها شو هي النصائح؟ نصيحة لإلي تتعلم مهنة كل صبية كل سيدة بيت تتعلم مهنة تطورها تساويها مشروع صغير لحالها وتكتسب مردود مادي من وراهم
واليوم تتغلب على هي الصعوبات كرمال تقدر تخلق هذا المشروع اللي هو مثل ما قلنا ببداية الفقرة بمفهوم الاقتصاد المنزلي، واليوم هذه الحاجة ضرورية. شكرا لك ولحضورك، نتمنى لك النجاح بهذا المشروع الجميل وهيك استضافات أخرى أكيد. تسلمي لي يا رب. شكرا لك خلود وكل التوفيق والنجاح لك بمشروعك. أهلا وسهلا يا رب. أهلا وسهلا فيكم. نحن رح نكفي هايدي بمشاريع النجاح ومشاريع العطاء، وحنروح لجريح الوطن عطار غانم أبو العباس وهو من محافظة اللاذقية يلي قدر يحقق النجاح بالشهادة الثانوية بالفرع الأدبي، وقدر أيضا يأسس مشروع خاص لحضرته أيضا بالإرادة والتصميم، وانكتب للمشروع بالنجاح التام. خلونا نشوف اليوم السيد عمار عطار غانم كيف قدر يتغلب على هي الصعاب. يتجاوز حدود المستحيل جريح الوطن عطار غانم أبو العباس ابن محافظة اللاذقية يحقق النجاح في الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي. أصيب في ريف اللاذقية بمعركة دورين، كانت إصابة بالغة أدت للشلل، والحمد لله بعون الله تم الشفاء الجزئي الحمد لله رب العالمين. وقررنا أنه بعد الإصابة هاي أنه ما نقعد بالبيت وما نكون نستسلم للإصابة، كنا منحارب بسلاحنا وصرنا بدنا نحارب بالقلم ونحارب بعلمنا ضد هالما يحاول يتعدى على بلدنا. قررت أني كفي تعليمي بمساعدة أهلي وإخواتي وكادر جريح وطن، تأمين كل المستلزمات لإلي قرطاسية وكتب وكل شيء، تأمين الجو المناسب لإلي باعتباري في عندي إعاقة، تأمين هالمواضيع هاي كلها حسب إعاقتي، أمنوا لي كل شيء والحمد لله رب العالمين كنت من الناجحين. بإذن الله راح نتابع الجامعة ونسجل ونشوف شو بيطلع عنا بقى بإذن الله، وراح نتابع بإصرار يعني، وراح نتابع قدر الإمكان يعني، بده جهد العلم، بده جهد، بده تعب بهالمواضيع هاي، وإذن الله راح نكون قد الحمل. بقول للجرحى كلياتهم لا يقعدوا عند نقطة إصابتي، يتابعوا مسيرتي، تابعوا مسيرتي العلمية. قول لكل الجيش العربي السوري كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله محميين بإذن الله ومنصورين. يستمر النجاح بعد تأسيس مشروعه الخاص، والآن إرادة وتصميم ومثابرة هي البوصلة لتحقيق الطموح. وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح ضمن الفقرة الطبية ونحكي اليوم عن الابتسامة الجميلة. دائما هايدي بيلفت نظرنا بوجه الصبي أو الشاب اليوم الابتسامة والأسنان، وبنقول بالعامية أنه صفة أسنانه كتير حلوة. اليوم هاي صفة الأسنان لنقدر نحصل عليها اليوم بعيدا عن موضوع الوسائل التجميل اللي صارت شائعة جدا بسوء التجميل ضمن الأسنان، اليوم عم نحكي عن التقويم اللي هو نجاح عملية أي تجميل ضمن الفم والأسنان. اليوم نشوف أحياناً هايدي أنه في حدا عامل فينير، عامل أي تركيبة ولكن ما كتير ظابطة، بترجع إلى الأساس بيقلك مثلاً أنه هو تقويمياً ما كان صح وما كان عنده أو ما قبل أنه ياخد وقت ليعمل تقويم من أول وجديد. فاليوم أساس نجاح العمليات التجميلية وهي البسمة الجميلة هو موضوع التقويم. اليوم صار في تطور بالأساليب التقويمية كان بالثابت أو كان المتحرك، رح خبر عنه أكيد ضيفنا لليوم يا هايدي. أكيد بما أنه ذكرتي موضوع التقويم يا رشا، يمكن اليوم في كتير من الأشخاص ما بتقبل تحت تقويم بسبب منظره إذا عم نحكي عن التقويم المعدني، ولكن اليوم نتيجة فعلا هي التطورات والتقنيات بالطب وتحديدا بطب الأسنان صار في عنا تقويم شفاف إنفيزلاين، أنواع من التقويم اليوم اللي بنقدر نحن من خلاله نخلص نهائيا من التقويم المعدني، ممكن يعطي نتيجة أسرع وممكن يكون منظره أفضل. نحن نعرف أكثر مشاهدينا عن الإيجابيات والسلبيات وتفاصيل كتيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور حسن أسعد طبيب تقويم الأسنان والفكين. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. كيفك حكيم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم يعني عم نحكي عن نقطة أساسية تجميلية بنجاح أي عمل تجميلي ضمن الفم، خلينا نعرف بداية المشاهدين شو هو التقويم. التقويم هو عملية رصف الأسنان أو تصليح العلاقة بين الفكين، علاقة الإطباقية ورصف الأسنان بشكل جيد. طيب خلينا نعرف من حضرتك شو هي الوظيفة الأساسية لتقويم الأسنان إن كانت من الناحية الطبية الصحية أو حتى كمان من الناحية الجمالية، خبرنا أكثر.
وظيفة تقويم الأسنان مثل ما قلت رصف الأسنان، تصحيح علاقة البعد العمودي، الفراغات بين الأسنان على مستوى المشاكل الإطباقية، المشاكل الهيكلية. وظيفة التقويم هو رصف الأسنان وتصحيح العلاقة الإطباقية بشكل جيد. طيب دكتور، اليوم نشوف ما كان في من زمان، خلينا نكون واقعين، ثقافة التقويم شائعة جدا بين الناس، ولهيك صرنا نشوف انه اليوم الشاب او الصبية باعمار كبيرة بيروحوا على الدكتور بيقولوا انتم بحاجة تقويم، وهذا الشيء بنرجع فيه نحمل المسؤولية للاهل انه في سن معين مفروض كان هذا الطفل يتاخذ على طبيب اسنان وينحط له تقويم. اليوم شو هو العمر المناسب او ايمت الاهل لازم ينتبهوا انه طفلي بحاجة لتقويم؟ العمر المناسب لتقويم الأسنان عند بزوغ أول سن دائم، أنا دائم بقوله يعني بعمر 7 سنوات أول مراجعة للتقويم. مو شرط نعمل تقويم ثابت، تقويم أنواع، تقويم متحرك مثلا بعمر 7 سنوات ممكن المريض الطفل يكون عنده مشكلة عضة معكوسة على سن واحد، هاي العضة المعكوسة إذا داخلنا لها مثلا بهالعمر بتخفف مشاكل كبيرة مثلا تقدم بالفك السفلي، بتعمل مشاكل بالأسنان، لهيك التداخل مبكر، تضيق الفك، مشاكل مشان ما تحول مشاكل هيكلية، لهيك من بهالعمر بنبلش بالتقويم. تمام، خلينا نعرف من حضرتك شو هي أنواع التقويم، خبرنا أكثر عنهم، هل هي اليوم الأنواع بتناسب كل الأعمار أو بتناسب اليوم حالات أشخاص معينة؟ يعني شو النقاط الأساسية اللي احنا على أساسها بنقدر نختار نوع التقويم اللي بناسبنا؟ أنواع التقويم، أنواع تقويم، تقويم متحرك وتقويم ثابت وإنفيزيلاين، تقويم شفاف. هاي الأنواع الشائعة. التقويم المتحرك بنقسم قسمين، أجهزة بسيطة لسن سنين، موسعة بسيطة، موسعة مركزية. تقويم المتحرك النوع الثاني بيجي على الفكين، هو تقويم وظيفي مشان مشاكل وظيفية مثلا عنده عظة مفتوحة، مشاكل هيكلية بتقويم وظيفي. والتقويم الثابت هو الشائع، هو أهم تقويم بعمر، بيبلش بعمر تقريبا 13 عند بزوغ الأنياب. تقويم الثابت، تقويم معدني وتقويم تقويم حاصرات معدنية وحاصرات خزفية. طيب مؤلم احيانا او باغلب الوقت هو مؤلم، يعني انا أكيد بشوف من الاشخاص المركبين ببدايه تركيب التقويم بصير حركات على الاسنان، حركات جذريه وحركات جسميه، مؤلم بس ألمه مسيطر عليه، بس اول يوم يومين بعدين بصير لانه عم تحركي سن من مكان لمكان، لهيك بده يصير الم، عمليه طيب انتقاليه يعني. طيب دكتور، خلينا نروح للجراحات التقويميه نحكي عنها بشكل عام. جراحه، يعني جراحه تقويميه، احنا مثلا طفل مثلا، ليش انا بلشت بحكي عن الاطفال، بنبلش باجهزه وظيفيه بعمر مبكر مشان ما نلجا للجراحه، ممكن نتفادى الجراحه التقويميه باجهزه من الصغر. لما يصير المريض بعمر البلوغ وعمر كبير مثلا 16 17 سنه وعنده تقدم مثلا هيكلي للفك السفلي او تراجع للفك العلوي بشكل كبير، بنحتاج لعمل جراحي. هون بتصير تشاركية بين جراح الوجه والفكين وطبيب التقويم، ممكن طبيب التقويم يبلش بالتقويم ويحوله للجراحة. جراحة نظامية يعني قطع. كيف بتصير الجراحة يعني بعد ما ينقام التقويم؟ أثناء عملية التقويم، لا هو ممكن يحتاج متابعة بعد الجراحة كمان. أكيد اليوم يمكن في نصائح أو في نقاط معينة بتضوي عليهم دكتور قبل ما يحط الواحد التقويم. خلينا نحكي عن تأثير العناية الفموية بشكل عام أثناء المعالجة، إن كان تشيك على صحة اللثة أو الاعتناء أكثر بالأسنان، خبرنا أكثر. دائما أنا بقول أنه التقويم أكبر بؤرة لتجمع الفضلات، العناية لازم تكون مضاعفة أثناء التقويم، تفريش الأسنان، مضمضة بالماء والملح، مو بغسولات فيها كلورهيكسيدين، لأن الكلورهيكسيدين بتفاعل مع المعادن بيؤدي لتصبغ الأسنان. في فراشة أسنان خاصة بتنباع بالصيدلية، فراشة أسنان خاصة للتقويم مشان تدخل بين الحاصرة والسلك. يعني العناية بتكون مضاعفة أكثر من عناية بالسن الطبيعي، لأنه صاير في حاصرات وفي أسلاك وممكن نجمع فضلات طعام، بالتالي العناية والمضمضة بمي وملح والعناية الفموية بتكون أكثر بتكون مصدر لتراكم الفضل. طيب دكتور، اليوم كل تقويم له عمر محدد أو له وقت محدد بيراقب الدكتور اليوم التطور الإيجابي للحالة الموجودة ضمن الفم، خلينا نحكي عن الوقت يعني حسب الحالة حتى ينشال هذا التقويم. الوقت التقويم حسب كل حالة، كل حالة من إلى يعني هيك بشكل تقريبا عام. يعني تقريبا بين
8 شهور لسنتين تقريبا. اوه سنتين. قد ايه بدوج المريض اليوم بيقول لك دكتور انا ما بقدر اتحمله مشان الله؟ هلا هلا العالم عم تتجه في بعض حالات عم يسالونا دائما بدي اعمل فكر وكل حاله انه بينعمل لها تقويم شفاف انفيزيلاين الاينر. هلا بعض الحالات بينعمل لها تقويم شفاف الاينر ما لا غنى على التقويم الاسلاك بس الإلاينر هو ثورة في عالم طب الأسلاك وبعم يعطي نفس نتائج الأسلاك؟ بس تكلفته أكبر وقته أكثر. كل 3 أسابيع بدنا نعمل تغيير للقالب. المخبر بيعمل دراسة بالبداية مع الطبيب تشاركية مع الطبيب ممكن ياخذ سنتين سنة ونص سنة حسب الحالة بس أنا بقول لا غنى عن التقويم الثابت بس هي ثورة بعالم التقويم بس بحل بعض المشكلات بحل بعض مشاكل كثير جيده بالنسبه لرصف الاسنان بس اما مشاكل كبيره وهي بده تقويم ثابت. تمام دكتور بما انه ذكرت انه التقويم المعدني او التقويم الشفاف ممكن فعلا اليوم ياخذ وقت من سنه لسنتين في حال فعلا طالت هي المده ونحن بعد هي المعالجه ما اخذنا نتيجه اللي نحن بدنا اياها، شو سبب اليوم انتكاس هي الحاله خبرنا؟ هلا نكس التقويم ما اخذنا نتيجه لا بده يكون الطبيب دارس الحاله بشكل كويس قبل ما يبلش فيها على الامثله الجبسيه وصور شعاعيه بيكون عارفان النتائج ويكون عنده الخبره الكافيه انه يوصل لنتيجه جيده. اما النكس الحاله انا مثلا بعد التقويم مباشره من ثاني يوم بعمل تثبيت اجباري. التثبيت بيستمر في عندنا تثبيت دائم بعض حالات فيها قلوعات مثلا التثبيت بيستمر لخمس سنوات تثبيت دائم وفي تثبيت متحرك شفاف أو أجهزة متحركة بيستمر لسنة 6 شهور 8 شهور أكيد كل حالة لها استطبابها يعني أكيد التثبيت الدائم هو أفضل بكتير يعني اليوم دكتور مع المعدني ومع الثابت يعني يمكن نتائجهم أفضل بس ولكن أكيد. حكيم اليوم وقت لأي حدا أي شخص بيروح لعند حضرتك بيكون عنده مشكلة تقويمية وبتدرس الحالة بتحطه بصورة الوضع أنه أنت بجوز ما تأخذ نتيجة 50% صحيح؟ حسب بعض الحالات يعني بعض الحالات مثلا بيكون عنده مشاكل هيكليه عضه مفتوحه ما بده جراحه يعمل تقويم جراحي بياخذ نتيجه يعني 50-60% حسب الحاله مثلا اغلاق عضه مفتوحه يمكن بلاقيها ممتازه بالنسبه يعني له تغيير ممكن يكون بالنسبه له تغيير اي تغيير بالنسبه للمريض بتكون ما عندنا عم نقدر نفتح نحكي كثير دكتور اول دكتور الاسنان دائما بنتبه لاسنان الشخص اللي قدامه يعني خليك شوف من اول مره كثير طيب دكتور خبرنا اكثر عن الماسح الفموي شو هو فوائده استخداماته بسياق المعالجات التقويميه الماسح الفموي هو عباره عن كاميرا تصوير داخل فمويه بيعمل الطبيب بيسهل عمل الطبيب ومريحه للمريض يعني مستغني عن الطبعات هو الماسح الفموي هو ثلاثي الابعاد بنبعثه بي دي اف للمخبر المخبر بيصممه امثله جبسيه وبيشتغله كيف شكله حكيم هو عباره عن كاميرا كاميرا داخل فمويه بتصور سطوح الاسنان دهليزيا ولسانيا واطباقيا وبنبعثها لل ما بقى في هاي الطبعه تبعت اكيد افضل من الطبعه بكثير يعني كانت مشكله بالنسبه للمريض لعية النفس طعمتها تماما وقتها 3 دقيقتين 3 تنشف خصوصي بالشتاء يعني احيانا ما تزبط ما تنشف صح أكيد. او كذا اما هون تقريبا نسبه الغلط 1 بالألف يعني بهذا طيب دكتور حكينا في شيء ايضا اسمه تقويم غير اللي ذكرناه هون لساني تقويم لساني طيب تقويم شو هو هذا التقويم ليش اليوم مانو كثير محبب او مانو مرغوب التقويم اللساني بيكون من ناحيه الدهليز اللسانيه او الحنكيه يعني من الداخل مو واضح كثير مو واضح نهائيا يعني مشكلته انه صعوبته وغلاء ثمنه ونتائجه ما كثير مرضيه كيف بتركب هذا التقويم بتركب من الناحيه اللسانيه على اللسان من الناحيه الداخليه للسان. عشان نكون واضحين للمرضى الناحيه الداخليه مو من الخارج الناحيه الداخليه نفس الحاصرات ونفس بس له طريقه خاصه وشغل خاص وصنع مخبر والنتيجه نفسها يعني بس بتاخذ وقت اطول تمام واليوم يمكن في كثير من الاشخاص لما تركب التقويم خلص تنسى دكتور الاسنان عشان ما عاد تروح لعنده يمكن بشهر شهرين احنا غير حاله اسعافيه ما بنروح خلا يعني طيب شو سبب دكتور هون وقد ايه احنا لازم نشيك يعني بشكل دوري كل قد ايه لازم نحن نروح لعند الطبيب نشوف اذا في اي اشكاليات بالتقويم كرمال نحافظ اكثر على صحه ونظافه هذا التقويم هلا مراجعه مريض تقويم لطبيب تقويم كل 3 أسابيع كل 3 أسابيع يعني بدك تروحي
شاء الله. طيب دكتور، اليوم يعني عرفنا أهمية التقويم، اليوم هو ثقافة مفروض تكون بالصغر عند الطفل كرمال أهالي ينتبهوا لهي النقطة. صرنا نشوف اليوم أطفال بعمر كتير صغير مركبين هذا التقويم، للأمانة هو مزعج لإلهم، ممكن يبكوا وقت اللي بصير يشد الدكتور وقت تغير قياسات الأسنان. اليوم من التقويم لأي عملية تجميلية داخل الفم، وحكينا سابقا أنه هي أساس نجاح المعالجة. أي شيء حالة هو التقويم الصح. يعني في حال إجاك حدا يعني تقويميا غلط، ما يعني ما خرج هاي الحالة، شو بتتصرف إذا تقويميا غلط وما ممكن نعيد تقييم الحالة؟ إذا ممكن معالجتها تقويميا وبعدين نلجأ للحل التركيب أو الحل التعويضات، يعني إذا ما في مكان أو ما في نتيجة ممكن تعطيه جيدة ممكن نلجأ للتعويضات مثل الفينير، تعويضات، تركيبات. طيب بس أول شيء أكيد نلجأ للتقويم أو إعادة التقويم مرة تانية. حتى لو كان اليوم التقويم ما نجح خلينا نقول 100% بسبب تغير السيل هيكل الأسنان، تقدم بالعمر كله هذا بيساهم بعدم نجاح مثل ما المعالجة التقويمية. المعالجة التقويمية، فمنروح نحن منركب الفينير منلاقي أنه نحن عندنا شوية تقدم بالفك الفك مثلا العلوي او السفلي، الدكتور ما انه شاطر رايحه لعنده، نرجع للمشكله الاساسيه انه انت تقويميا اصلا ما كنت ما كان عندك، او مثلا عنده ابتسامه لسويه تقدم الفك العلوي. يعني حالات ممكن اذا تعالجت ممكن ما تعالج بشكل كويس بالتقويم، لما تعمل فينير ممكن تطلع الحاله ما كثير فيها، المشكله الاساسيه ما انحلت. لهيك اذا مثلا المريض بده يجي يعمل فينير او شيء وعنده تقدم بالفك بنعالجه تقويميا بعدين بنعمل، مشان تطلع مشان ما يقولوا والله الدكتور شغله ما حلو ما اشتغل لك شو ليش البروز. بنعالج اول شيء المشكله الاساسيه بالتقويم بعدين بنعمل فينير. طيب قبل ما نوصل لحل كحل مبدئي التقويم، نحن اليوم يمكن لازم ننتبه لاطفالنا من هنن وصغار، نعرف انه في عندهم مشاكل معينه باسنانه لازم نشيك اكثر، يمكن في كثير تصرفات من الاطفال اليوم مس الاصابع او ممكن تكون اسباب وراثيه، خبرنا اكثر كيف ممكن نشيك اليوم على اسنان الاطفال بحيث نحن ما نوصل لدرجه انه ندخل بالتقويم او ممكن مشاكل ثانيه بالاسنان. مثلا بالاطفال مثلا عاده مس الاصبع، قضم الاظافر، وضع القلم بالفم، هي بيعمل عضات مفتوحة، بس كمان في مشاكل تنفس الفموي كمان. أكيد الأهل دورهم أساسي بالبيت، لازم ينتبهوا لابنهم بهالحالات مثل مص الأصبع وقضم الأظافر والتنفس الفموي. الحالات هون بهالعمر بعمر 7-8 سنين بتنحل بأجهزة متحركة، كابح لسان، موسعات، أجهزة متحركة بسيطة وسهلة للطفل، وبنفس الوقت تعطي نتائج سريعة وممتازة، لانه بهالعمر بيكون فكه كثير طري يعني مرن، انت قادر اليوم تتحكم بمرونه. يعني بعد سن البلوغ بصير التعظم، بصير حالات هي بتنتقل للتقويم الجراحي والمشاكل الكبيره. تماما، لهيك اساسي وعي الاهل شغله اساسيه. تماما دكتور. احيانا خلينا نكون هيك من الواقع، بتيجي الام بتقول لها بتشوف اسنان ابنها يعني فوق بعضهم، بتقول لك ايه كلهم بدهم يفرموا ويوقعوا هدول. اوكي اسنان لبنيه بتقول اسنان لبنيه يعني بيوقعوا. اوكي انا سؤالي لحضرتك، هل السن اللي بده يطلع بعد هذا السن اللبني حيطلع بنفس الشكل السن السابق او لا حياخد حسب غير؟ هلا انا بقول دائما السن اللبني هو مرآة للسن الدائم، يعني بيحدد اتجاهه. لهيك بعمر صغير بنمنع الطفل انه يلعب باسنانه مشان ما يغير اتجاه السن الدائم، لان السن اللبني هو بيحدد اتجاه السن الدائم. طيب بالنسبة لموضوع التقويم، نحن خلال رحلة العلاج ونحن حاطين التقويم قلنا انه ممكن يصير في ألم ببداية الوضع، وكمان ممكن النظام الغذائي اليوم ننتبه له، في شغلات نحن ممنوعين عنها خلال هي الفترة مبدئيا، اول شيء خبرنا. اكيد بعد تركيب التقويم ننبه على المريض انه ما اي شغلة ياكل كل شيء يقطعه، ما ينتش نتش شغلات القاسية، يتجه بالفترة الاولى. انا مصر على الجوزة. الجوزة ما يكسر اي شيء شغلات قاسية حتى النتش، لانه التقويم ملصق على أسنان دائمة، أسنان ما فيها ما معمول عليها شيء، على طبقة المينا يعني بس تخريش بسيط، ممكن أي نتشة قوية أو أي موضوع حركة. موضوع التدخين كمان ممكن تبهي عمل تصبغات كبيرة للأسنان. يعني أنا قلت أنت عام بقول للمريض أنت عامل تقويم مشان تحسن أسنانك مشان مو تنزع أسنانك،
يصير تصبغات ويصير عندك تسوس، وبعدين بيكون مشكلة بصير مشكلة تانية. طيب دكتور، دائما نجاح عمليات الأسنان التجميلية وحتى التقويم نرجع منقول التشاركية ما بين الطبيب والمخبر. أكيد. نحكي عن دور المخبر وانتقاء الطبيب للمخبر الجيد. أكيد دور المخبر بالنسبة للتقويم بتصنيع الأجهزة المتحركة، تصنيع الموسعات، تصنيع هو دوره أكثر شيء بالأجهزة المتحركة، وفي كمان له دور بتصنيع التقويم، إلصاق التقويم الغير مباشر، يعني تشاركية مهمة جدا بين المخبر والطبيب التقويم. تمام. بالنسبة لدكتور، بالنسبة لتقويم الشفاف إنفيسلاين نسمع كثير هلا دارج اليوم أكثر من حدا عم أكيد. يساوي نسمع إنه من الأطباء لازم بالليل نحن نحطه بيعطي نتيجة أكيد حركة الأسنان عنه. بالليل بتكون أكثر خصوصي عند الأطفال، ولكن حركة الأسنان بالليل بتكون أكثر وقت الراحة. تقويم الشفاف مثل ما قلت لك إنه بعض الحالات مو كل الحالات، ولكن ثورة في طب الأسنان وتقويم الأسنان وبيعطي نتائج جيدة، وميزته إنه ممكن عنا مناسب نقيمه وتنظيفه كتير سهل وما بيعمل مشاكل بالمينا الأسنان وبالأسنان. طيب. تدريب مبدع على البدلة تبعت أيام سمان بحطها على جنب. طيب دكتور، اليوم بكل الحالات أو بكل الحالات المرضية بنقول دائما في أشخاص غير يعني ما عندهم القدرة الصحية لتركيب التقويم، هل اليوم في بعض الحالات المرضية ممكن تمنع حضرتك من تركيب التقويم؟ أكيد بعض الحالات المرضية تراجع لسه اللي سبب بيكون السكري، مشاكل رعل بالأسنان، مشاكل لسوية، يعني مرضى اللي عندهم مشاكل كبيرة باللسة ما ممكن أن ممكن حركة الأسنان وحركة الجذور تؤدي لتساقط السن، يعني يكون التقويم شغلة سلبية للأسنان مو إيجابية. طيب خلينا بالختام ناخذ نصائح من حضرتك دكتور لنحافظ أكثر على صحة أسناننا وعلى صحة التقويم وناخذ دائما النتيجة الأفضل بالأسنان. أكيد النصائح إنه زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، إذا شفنا مثلا للأهل شفنا عادات سيئة للطفل منع العادات السيئة، وإذا شفنا مثلا مشاكل عند الطفل مص الأصبع، قضم الأظافر، إلغاء العادات ومراجعة الطبيب بشكل دوري. دائما احنا تنظيف الأسنان نوح على الزيارة الدورية لطبيب الأسنان من عناية فموية مننا، يعني خلينا نقول مني ومن غيري كل 6 أشهر. شكرا دكتور لحضورك اليوم، شكرا كل المعلومات اللي ذكرتها ومتمنى لك التوفيق وإن شاء الله هيك لقاءات أخرى. الله يسلمك. شكرا لك دكتور حسن أسعد، كنت معنا طبيب تقويم الأسنان والفكين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا يا رشا. احنا وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، نتمنى لكم هيك حياة مليئة بالابتسامة بعيدا عن التقويم والتجميل، تكون طالعة من القلب ودائما اللي بيكون بالقلب بيظهر على الوجه. يومكم حلو مشاهدينا، شكرا لكم وشكرا للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول واكيد للمعدة حلا، شكرا لكل حدا رافقنا بهذا الصباح الجميل. تمنياتنا لكم بالرزق الكريم وجبران الخاطر، كونوا بألف خير. باي باي. اكيد ضل نشكر المتابعين وبقية نهار حلو لكم، موعدنا مثل العادة بتجدد معكم بكره بنفس التوقيت بفقرات جديدة وضيوف جدد، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وصحة. باي باي.